يعني هذا الفيلم هو عن علاقة بين شخصين أردت أن تجعلها غير واضحة للمشاهد، لماذا؟ كنت مهتم قوي إنه العلاقة إزاي تتعمل بطريقة بتعبر عن طبيعة العلاقة نفسها، يعني الأسلوب الحكي والجماليات والسردية، الأسلوب السردي زي ما قلت، يكونوا بيعكسوا طبيعة العلاقة نفسها، إن هي علاقة برضو هي نفسها علاقة مش واضحة قوي، فيها عناصر كتير، يعني فيها ممكن يبقى فيها إعجاب، ممكن يبقى فيها حب، ممكن يبقى فيها إنجذاب، ممكن يبقى فيها كمان مجرد علاقة اللي هي صبيانية يعني بين الأولاد. فكنت مهتم بالفرق ده ما بين الصور اللي بتتسجل، اللي العيلة بتسجلها كعيلة واللي بتفضل، و ايه اللي يكون ممكن يكون ورا الصور دي، او ايه هي ممكن تكون التفسيرات المختلفة للي بيحصل ورا الصور المتسجلة. فمن هنا جت الفكرة بتاعت انه يكون في شريط صوت، وانه يكون في صور، ان هما احيانا بيفسروا بعض، احيانا بيتناقضوا مع بعض، انه في علاقه بتفضل تتشكل ما بين الصوت والصوره على مدار الفيلم، علشان نفهم من خلالها، او مش لازم نفهم، يعني ان احنا نحس بالعلاقه. عواد نزل الغابه وفضل فيها طول النهار من غير ما يصطاد ولا حاجه، وفجاه سمع عواد انين غريب جاي من ناحية الأحراش. ولكن هذه العلاقة قد تبدو ملتبسة لأن شريط الصوت غير مرتبط بالصورة بشكل مباشر. ما كانش في خطة واضحة لأنه هستخدم إيه وهستخدمه إزاي. أنا هي بدأت بقصة فعلا أنا كنت بحبها جدا، كانت على شريط كاسيت وإحنا صغيرين، اللي هي بتاعت الصياد عواد والغوريلا بيل، اللي كان بيقولها فؤاد المهندس بصوته. يعني بدأت واحدة بواحدة، رجعت الأبلة فضيلة، بدأت أسمع الحاجات اللي أنا كنت بحبها مثلا في ألف ليلة وليلة، سواء الإذاعة أو التلفزيون، فبدأت أسمع كتير، ولقيت أنا وحسيت على الأقل إنه في ثريد مهم يعني ما بين كتير منهم، وهي إنه في حاجة ممكن تبقى هومو إيروتيك قوي، مش عارف حتى الحقيقة الكلمة العربي الدقيقة ليها تبقى إيه، يعني موجودة في القصص دي، يعني في حاجة إيروتيك وفي حاجة هومو إيروتيك. فعشان كده حتى القصص اللي اخترتها أغلبها بتكون ما بين برضو يعني اتنين رجالة، سواء حتى حيوانات أو بني آدمين أو كده. بس حتى مثلا ممكن تفوت على الناس اللي مش عارفة عربي، لأنه الغوريلا بيلا حتى مع إن هو اسم أنثوي يعني، ولكن هو بيحكى عنه في القصة وبيتكلم معاه برضو على إنه ذكر. فمن هنا بدأت أبقى مهتم بالحاجة اللي هي برضو ما هياش متقالة قوي وما هياش متشافة قوي، بس هي محسوسة في المقاطع دي، ولما بتتحط مع بعضها ممكن تلفت الانتباه للحتة الهومو إيراتيك دي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الغوريلا النونو ده هنا؟ انا هاخده وربيه في الجزيرة في الكوخ بتاعي، ورزقي ورزقه على الله. تعال تعال يا انت، اسمك ايه؟ هذا يحيلنا إلى الفكر أو المفاهيم التي اعتمد عليها الفيلم، وهي ما يعرف بالكوير ثيوري أو النظرية الكويرية، والتي يمكن شرحها باختصار بأنها تتحدى المعايير المعمول بها لتعريف الهوية الجنسية، ومن ثم تطرح رؤية مغايرة للثوابت المتعارف عليها. تحدي المعايير بالنسبة للجندر طبعا بشكل أساسي، ولكن ده بينسحب على حاجات كتيرة جدا، زي مثلا في دراسات عن الوقت الكويري والذاكرة الكويرية مثلا والمساحة الكويرية. كل ده جاي من إيه هي المساحات والأوقات والمفاهيم اللي بتتشكل لما بنبدأ نتحدى فكرة النورماتيف دي أو تعريف الشيء الطبيعي في الكور بتاعه، مش بس في المظهر. فما هياش مجرد إنه علاقات ما بين اتنين رجالة أو اتنين ستات أو ترانس أو كده، بس هي
اشمل بكتير. وعشان كده دايما بحس انه زي ما قلت لك انه الفيلم علشان يكون كويري لازم الفيلم نفسه يتحدى المعايير دي. فده هو ده اكيد حاجه انا بحاول اعملها في الفيلم ده وفي الافلام التانيه، انه يعني لو كده لازم نرجع خطوة ونفكر، حتى لو الفكرة بسيطة، هي الفكرة في الفيلم ده بسيطة، هي العلاقة ما بين الاتنين دول، بس ازاي تتحكي. هو ده اللي بحس انه ممكن يكون بيعكس الفكر والمفاهيم الكويرية اكتر منه ان هو مجرد ممكن يبقى سرد عادي جدا باسلوب حكي برضو ناراتيف، يعني لينير، معتمد كمان على طرق معينة في التمثيل، في المونتاج، في ازاي الحاجات متركبة مع بعضها. فهو ده اللي انا كنت بحاول اعمله، يعني مش بس لمجرد التحدي يعني، بس كمان ايه هو الأسلوب والجماليات اللي مناسبة للفيلم ده بالذات. فقد التقى النصفان ماندو ووردشان وهما صبيان، وظلا يتقابلان فيتقاربان ويلتقيان فيتجاوبان، حتى أصبحا فتيين يملأان العين. الكويرية بمفهومها الأوسع تتخطى مجرد تناول الانتماء الجنسي، لأنها تؤسس لآليات تحليل بديلة. من هذا المنطلق، هل هناك إمكانية لوجود أفلام كويرية لا تتعلق بالهوية الجنسية؟ في آراء قوية بتقول ممكن ده، أن الكويرية بتتخطى ده. أنا من الناس اللي يعني برضو لسه دقة قديمة يعني شوية زي ناس تانية، أنه لا، لازم يكون كمان السكشواليتي جزء منها.